منتابع اللايف مع ايت سمارت، واليوم ناتالي ياري بدها تحكي لنا عن النشويات الكاربس، اذا لازم نشيلهم من الدايت اذا عم نعمل دايت ولا لا. صباح الخير. صباح الخير. اليوم الحمد لله بعرف الجواب. الجواب لا، صار لازم. صار لازم. It's about time. بعد 15 سنه ناتالي، بس المشاهدين ما بيعرفوا. هلا بدنا نقنعهم. لانه اكيد كثير بنسمع اشياء ومعلومات يمكن على السوشيال ميديا، اوقات في تضارب بالاراء. اليوم بدي بين دايتيشن ودايتيشن كمان في يعني مش الكل يعني عندهم نفس المفروض كل الدايتيشنز يكونوا على نفس ال ايه على نفس النمط، لانه العلم والساينس بتقول نفس الشيء. هلا اكيد في بعض الاعتبارات يمكن ممكن انه تؤدي لبركه اراء مختلفه، بس انا بدي احكي اليوم فاكتس، بدي احكي عن بالنهايه الجسم لشو بحاجه وكيف بيتفاعل مع هالاشياء اللي بناكلها. خلينا نبلش اول شيء نحكي عن شو هن الكاربز. هلا قلتي بالاول نشويات، اذا بدي ترجم مزبوط منا ترجمه، لا ما حق عليكي، ما حق عليكي، لانه انا كمان بقول نشويات وقت اللي بدي احكي عن الكاربز، بس وقت اللي نحكي عن الكربوهيدرات بالاجمال عم نحكي نحن عن فئه من الكربوهيدرات اللي هي فيها نشا، اللي هي مثل الرز، البطاطا، الذرة، البرغل. هولي بيحتووا على نشا بمعدلات عالية. وكمان في فئة تانية من الكربوهيدرات اللي هي simple sugars، مثل السكر المضاف، مثل السكر الموجود بالعسل، بالدبس، السكر اللي موجود بالفواكه، هو كمان simple carbohydrates. هيدولي كلهم بنسميهم كربوهيدرات. يا هل ترى هولي بيأذوا الصحة ولا لا؟ يا هل ترى هولي لازم كلياً نلغيهم أو نخففهم، أو كيف لازم ندخلهم أو لا بنظامنا الغذائي؟ أول شيء تنحافظ على وزن صحي يكون هالوزن الصحي مستدام، وأكيد نحكي عن التفاصيل بعد هالوقفة القصيرة. يلا بنتابع ايت سمارت مع ناتالي ياري. كنا عم نحكي لكن عرفنا شو هن الكربوهيدرات. هلا وقت اللي نحكي كثير في ترند هلا انه بفتره معينه كانت الدهون هي كنا نخاف من الدهون، كنا نلغي كليا الدهون انه هن كثير مضرين للصحه. بعد فترة معينة صاروا الكربوهيدرات هن اللي الناس صارت تخاف منها. ما لازم نخاف من ولا عنصر غذائي بنظامنا الغذائي، لأنه نحن بحاجة لهالكربوهيدرات. الجسم أول شغلة بيستعملها كطاقة هو المخزون الكربوهيدرات اللي عنده إياه. نحن بحاجة لكمية معينة من هالمواد هاي، لأنه الجسم بحاجة لها للطاقة. هلأ شو وين المشكلة؟ المشكلة إنه نحن بنمط حياتنا كتير ناكل أكتر من ما لازم هالفئة من المأكولات. إذا نحن عم ناكل كتير مش يعني هني عطلين، هي إنه نحن عم ناكل كتير منهم. نحن المشكلة وما عم نحرق الكمية اللي لازمة كرمال نتخلص من هالعدم التوازن. وأنا هون بدي أتوجه لخاصة الشباب والصبايا اللي بيسمعوا بالجيم، خاصة إنه لازم يكتروا البروتينز ويلغوا الكربوهيدرات كلياً. هيدا شيء كتير غلط، لأنه البروتينات الزيادة مثل الكربوهيدرات الزيادة مثل الدهون الزيادة بتتحول لدهون بالجسم، مش لأنه هي فئة معينة من المأكولات يعني خلص. نحن إذا بدنا نعلي البروتينات وعم نعمل رياضة، نحن كمان بحاجة لكمية معينة من هالكربوهيدرات كرمال تنساعد هالبروتين اللي عم ناكلها تروح على العضل. بليز لكل الأشخاص اللي عم يعملوا جيم وبدهم يعلوا الكتلة العضلية تبعيتهم، هن لازم ياخدوا يمكن بروتينات شوي أكتر من غيرهم، ما عم بقول لا، بس كمان لازم يكونوا عم بياخدوا كمية معينة من هالكربوهيدرات كرمال يستفيدوا من البروتينز اللي عم بياخدوها. وبالنهاية هو كله قصة توازن بالكميات حسب كل جسم هو شو بحاجة. نقطة كمان كتير مهمة هي نحن وقت اللي ناخد هالكربوهيدرات لازم، أنا قبل البريك كنت عم بحكي شو هن مصادر الكربوهيدرات، لأنه
نحن وقت اللي ناخذ نشويات مثل الرز، البطاطا، الرز الكامل افضل، البرغل بعده احسن بيحتوي على الياف اكثر، الفريكه، الكينوا، البطاطا، الذرة. سو نحن وقت اللي ناخذ هالنشويات كاملين نحن مش بس عم ناخذ نشويات، عم ناخذ فئه من الفيتامينات، خاصه بعض انواع من الفيتامين بي اللي منا موجوده بالضروره بغير فئات، خاصه اذا نحن هيدي كليا عم نلغيها. سو نحن هالفيتامينات البي بحاجه لها كرمالتها ميتابوليزم تبعنا يشتغل، كرمالتها نحرق سعرات حراريه. سو هالفئه هي بتساعدنا انه جسمنا يشتغل بطريقه صحيحه، خاصه اذا اخذناهم كاملين. لازم بالنهار نقسم هالنشويات بكميات متوازنه خلال النهار، مش انه ناخذ وجبه وحده كلها كربوهيدرات او ما ناخذ ابدا. لازم نقسمها، فينا ندخل منقوشه، مش غلط ناخذ منقوشه، لازم ناخذ مع بروتين وخضر. ننتبه على الكميه، قد ايه عم ناخذ نحن؟ عم ناخذ منقوشتين ثلاثه او عم ناخذ نص منقوشه؟ عم ندخلها غير عناصر غذائيه، عم نحسن من نوعيه اكلنا، من نوعيه الوجبه اللي نحن عم ناخذها ايه او لا. نقطه كمان كثير مهمه هي انه اوكي نحن هدول النشويات عم ناخذهم خلال النهار وفي كميه مينيموم ما لازم ننزل تحتها، لانه على المدى الطويل وسالتيني تحت الهواء اذا فينا لفتره معينه نلغيها، اذا كفينا بهالنمط هذا، لانه هلا صيفي الواحد بده يضعف بسرعه، اوقات عنده 2 3 كيلو يشيلهم، اذا وقف بيضعف بسرعه اكثر مما اذا هلا اللي بيساعد هو انه ناخذهم كاملين، لانه وقت اللي نحن ناخذ رز ابيض او خبز ابيض نحن اوتوماتيك ما عم ناكل كميه اكثر، لانه ما فيها الياف، لانه ما عم نشبع بسهوله. وبعض الاشخاص أكتر. مش ضروري، لا، بعض الاشخاص بيصير في عندهم بيك انسولين، وممكن هالبيك الانسولين يخليهم يجوعوا. مشان هيك مهم هالنشويات ما نلغيها من اكلنا، ولكن نختار نشويات كامله، حتى الرز كامل او صح، لانه هيدا الشيء بيساعدنا انه نشبع وما نعمل هالبيك ويخلينا ما ناكل اكثر. يعني عم تقولي بالنهايه اذا بنقطع النشا الكربوهيدرات بنخسر بسرعه، لا مش مزبوط، لانه النشويات فيها سعرات حراريه منا كثير عاليه مقارنه لغير انواع من الماكولات، والمهم انه ناخذها كامله تتساعدنا نشبع. هي هيدي النقطه، انه نوقف ناكل، ما نكون جوعانين كل النهار. سو اذا اخترناها كامله هيدا الشيء بيساعد انه نخفف من اكلنا. اللي لازم نخففه هو الكربوهيدرات اللي هي سريعه، اللي بتجي من السكر، من المربى، من الشوكولا. في كثير ناس بيقولوا انا ما بدي اكل خبز، انا ما باكل بطاطا، انا ما باكل درة، بس بدي اكل شقفه جاتو. نحن ما عملنا شيء، منكون نحن لازم ندخل هالنشويات ونخلي محل كتير صغير، مش ضروري كميات هائلة من السكر السريع، لأنه هي هيدي اللي ما بتفيدنا أول شيء، وتاني شيء ما بتشبعنا وبتخلينا نضلنا جوعانين، بس بتعلي المورال. ما مش هيك عم بقول، لازم نخلي لمحلها ولكن بنسبة كتير صغيرة. سو فينا ندخل النشويات، ما لازم نلغي النشويات من أكلنا، نعرف شو عم نختار وكيف نعمل لها كومبينيشن. في كربوهيدرات، الكربوهيدرات بالفواكه بتفيد، ولكن كمان إذا شربنا 4-5 كبيات عصير هون صرنا بالإكسي. سو نحن لازم ناكل الفواكه تبعنا، مش نشربها، وننتبه على الكمية اللي بتناسب الحركة تبعيتنا، عمرنا، وأكيد نمط حياتنا. لازم نعيش مزبوط، وفي أطيب من الأكل 100% باعتدال. في غير أشياء كمان، لا باعتدال. أكيد هو في لذة بالأكل، لازم نعرف الكمية اللي بتناسبنا بدون ما نكون فريستري، لأنه بالنهاية مزبوط في لذة بالأكل، وهيدي ما لازم نلغيها كليا. أكيد. Thank you ناتالي، have a blessed day. مشاهدينا وقفة وأنا برجع بشوفكم على 11 و10 دقايق أو ربع مع الشيف شربل بواتس كوكينج.